قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قرر أن يهاجر إلى الحبشة، فأخذ متاعه وخرج من مكة إلى أن وصل مكان يسمى برك الغماد خارج مكة. لقيه رجل يقال له سيد الأحابيش، رجل من كبار المشركين في مكة، يسمى هذا الرجل ابن الدغنة. فعندما قابل أبو بكر قال له: أين تذهب يا أبو بكر؟ قال: أذهب إلى مكان وبلد أعبد ربي فيه، حيث لا يضايقني فيه أحد، فإن قومي قد آذوني. قال له: ارجع يا أبا بكر وأنت في جواري فاعبد ربك، ليس مثلك يا أبا بكر أن يخرج من بلده وأنت تكرم الضيف وتعين المكلوم وتعين الضعيف، أنت رجل خير يا أبو بكر، ليس لك أن تخرج فتعيش غريبا عن بلدك. رجع أبو بكر رضي الله عنه مع ابن الدغنة سيد الأحابيش، طاف هذا الرجل بالبيت الحرام، ثم قال: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة في جواري فلا يتعرض له أحد. قالوا له: وصبأت يا ابن الدغنة؟ قال: لا، ولكن ليس مثل أبي بكر أن يخرج، وهو رجل يعين الضعفاء ويكرم الضياف أو الضيوف، رجل خير ما تطلعوش من بين قومه أن يعيش غريبا. وافقوا على مضض على جوار ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه، وعاد أبو بكر إلى بيته ومنزله، وكان أبو بكر قد اتخذ مسجدا خارج البيت، مكان كده يصلي فيه. فإذا صلى أبو بكر كان يبكي، كان رجلا أسيفا رقيقا، إذا قرأ القرآن بكى، فكان يجتمع على صوته نساء المشركين وصبيانهم وأطفالهم يستمعون القرآن من حلاوة صوت أبي بكر وخشوعه. بدأ المشركون أن يقلقوا أن يدخل نساءهم وأطفالهم الإسلام لقراءة أبي بكر القرآن. اجتمع المشركون إلى ابن الدغنة وقال له: إن أبي بكر أو إن ابن أبي قحافة في جوارك، وإنه أفسد علينا صبياننا ونسائنا، ودي هتعمل مشكلة، هيسلموا. قال لهم: ماذا أفعل؟ قالوا له: اذهب إلى ابن أبي قحافة فأمره أن يصلي في بيته، مش عايزين نسمع القرآن. ذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر الصديق وقال له: إني أعطيتك جواري، ولكن لا أريد أن تفسد العلاقة بيني وبين الملأ من قريش. قال له أبو بكر: ماذا تريد يا ابن الدغنة؟ قال: أن تصلي في بيتك ولا يسمع صوتك وأنت تتلو القرآن أحد. قال له أبو بكر: عندي حل تاني. قال له: ماذا؟ قال: أو أرد عليك جوارك، يعني أبعفيك من المسؤولية دي. قال ابن الدغنة لأبي بكر: قبلت أن ترد علي جواري. وذهب إلى الملأ من قريش وقال لهم: يا معشر قريش، إني قد رددت جوار أبي بكر، فافعلوا به ما شئت. قال أبو بكر رضي الله عنه: جوار ربي خير لي وأحسن. رضي الله عن أبي بكر الصديق.